لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء جميل وأنا محرم لسه ما روحتش طفت، فالواحد لسه بالبركة بتاعته بقى ونحن في مكة المكرمة. يا سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتير ناس بتكلمني عن الأسباب، بالمناسبة ان كل ما الواحد يعمل حاجه ياخد بالاسباب، كل ما الواحد يعمل حاجه ياخد بالاسباب. بس انا جربتها في حياتي 100 مره مليون مره، ان لما انت بتلجأ لله وانت على يقين انه رب الاسباب ومتوكل عليه التوكل الصحيح، يرزقك الاسباب اللي تخلي الحاجه تتم بدون ما انت تسعى اليها السعي المطلوب. يعني انت اجتهدت ان ربنا يوافق ويأذن بامر ما، وقعدت تدعي وتعيط وتقيم الليل لحد ما ربنا أذن، مالك شغل باللي هيحصل بعد كده بقى، كله هيتسهل. طب انت قعدت تخلص في مشاكلك وتست بس في الورق وتقدم طلب وتتصل بفلان وتحجز مش عارف ايه وتكلم مين، وما جاش في بالك انك تصلي ركعتين عشان الله يأذن، بس خلصت كل ورقك وكل اسبابك والله لم يأذن، يحصل ايه؟ ما تتمش اي حاجة، تبوظ. مرة عملت فيديو طلع ترند لما كنت طالع عمرة والله أراد وطلعتها كده من غير أسباب، نويت العصر لقيت نفسي على العشاء هنا في المدينة المنورة، بس بإني تيقنت على ربنا أنه قادر يصفرني. كل بقى طول الطريق بقى قاعد أصلي على النبي وأدعي، أصلي على النبي وأدعي، أصلي على النبي وأدعي، لحد ما يا ربنا يسر لي التذكرة في نفس الليلة اتحجزت، ربنا يسر لي الفيزا، في طلع في المطار في قرار اللي معاه فيزا مش عارف لبريطانيا يدخل على طول السعودية ياخد تأشيرة عند الوصول، اتيسرت لقيت واحد مقابلني في المطار وحجز لي سكن لأن الله أذن. وفي مرة تانية حبيت أسافر وانشغلت بالأسباب، ما يعني ما قعدتش أدعي إن ربنا يأذن، بس كنت مرتب مع صاحبي يعمل لي سكن، واخدين سكن في مكة وسكن في المدينة، وعامل الفيزا وحاجز تذكرتي رايح جاي، واشتريت لبس الإحرام جديد، ومكلم واحد حبيبي واسطة عشان لو في المطار في مشكلة يخلص الورق بسرعة، ومكلم واحد حبيبي واسطة في المطار بتاع القاهرة عشان برضو أعدي بسرعة، ومعايا التأشيرة تمام وكله تمام. الأسباب عاملة إيه؟ واخد 10 من 10، واليقين على الله يلا على ما تفرج. زي ما يجي واحد كده تقول له يا عم ما تقلقش ان شاء الله هيحصل الموضوع وهيخلص، طب بس لو تعرف حد تكلمه لي. يا سيدي بس انت صلي ركعتين وربنا هيكرمك من غير اي حد اكلمه لك. يا عم ماشي ونعمة بالله، بس برضو كلم لي حد. فنعمة بالله بتتقال كأنها ايه؟ يعني ربنا قادر، بس برضو يبقى حد يزق معاك، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. قال يعني ربنا محتاج حد معاك، هو كله بتاع ربنا. فحجزت الطيارة وكانوا زمايلي جايين كده مثلا الساعة 5 الفجر، وانا حجزت الطيارة توصل 3 الفجر، لا كمان وظابط الميعاد، بحيث يعني على ما انا اخلص وعدي ابقى انا واصل قبلهم بوقت كافي استناهم، والسكن محجوز والاكل كمان دافعين تمن الاكل وجايبين معانا اكل، يعني ما في حاجة سايبينها على اليقين والاسباب كلها متاخدة. ولكن يظهر ان ربنا زعل مني عشان خاطر ما صليتش ركعتين وعيطت قبل ما اسافر، فقال لك يعني تخلي رامي يتأدب بقى. وصلت المطار محرم زي كده، مطار جدة، فلوسي معايا فلوس، المرة اللي فاتت جيت بركعتين وبالصلاة على النبي ما كانش معايا أي أسباب وعملت العمرة واتدلعت، المرة دي جاي يمكن ما صليتش أصلا ركعتين بس معايا الفلوس، معايا الباسبور، معايا الفيزا، معايا السكن، معايا الفندق، معايا الطيران رايح جاي، ناقص اقول معايا القبول، العمره مقبوله. جيت عند المطار وانا داخل مش عارف ايه اللي خلاني اسال موظفه كده قاعده بعيد عن الجوازات، المفروض انا بعدي كده طابور واجي عند الجوازات تختم وادخل صح؟ في موظفه قاعده كده خاصه بحاجه استعلامات يعني ملهاش علاقه تختم ولا ما تختمش، هي بس لو عايز تسالها في حاجه بتاع، ما اعرفش ايه اللي خلاني اروح اسالها. والله انا جاي من بريطانيا وبدرس يعني في بريطانيا ومعايا اقامه انجليزيه واخد فيزا من عند حضراتكم وجاي مش عارف ايه اللي خلاني ارغي. فقالت لي وريني كده، فوريتها
قالت لي لا ده الفيزا منتهيه. خطأ منها، قلت لها لا ابدا حضرتك بصي ده فاضل لسه فيها 4 شهور. قالت لي يعني ما اعرفش، اسال الضابط، اسال الضابط اللي هناك تقول له الفيزا منتهيه. استنى، راحت قاطعه ورقه كده وكتبت ايه مش عارف مده الفيزا منتهيه جمله كده، وراحت حاطه لي الورقه في الجواز وقالت لي روح للضابط. اوه ايه اللي انا عملته ده؟ رحت قلت يا عم سيبك منها يا عم، انا مالي الناس بتعدي هعمل ايه؟ هعدي عند الجوازات وخلاص. ورحت رايح عند الجوازات، اهلا وسهلا حياك الله، والموظفه ما شاء الله بكل ابتسامه زي عاده السعوديه هنا، وخلاص وورقك تمام وفيستك تمام وتاشيرتك تمام والباسبور تمام وبتختم. وهي جايه تختم لقيت الموظفه دي جايه لحد عندي، قالت استنى انا مش قلت لك روح عند الضابط؟ فين الورقه اللي اديتها لك الصغيره؟ وانا كنت خبيتها عشان اديها الجواز نختم وهنختم خلاص. ايه ده بس يا ربي؟ قلت لها معايا اهي الورقه اهي. قالت لها طب هاتي الجواز، وراحت واخده منها الجواز وقالت لي تعالى ورايا. كمان خدت الجواز وراحت رايحه عند الضابط. قلت يا رب يعني الاسباب ما نفعتش، اكيد في حد عارفني هنا في المطار، الشهره هتنفعني يعني، مفيش حد شافني في فيديو في السعوديه كلها. وفعلا لقيت واحد من اللي واقفين في المكتب بتاع العساكر والضباط دول قال لي حضرتك الدكتور رامي، انا هنا باين في الفيديو لوحدي لكن احنا مجلس كبير من اهل مكه الناس المحترمين الطيبين، فانا سعيد ان انا وسطكم، سامحوني ان انا اللي بتكلم. شو انت الدكتور رامي؟ قلت له ايوه ايوه اخيرا واحد عرفني، الاسباب ما نفعتش الشهره هتنفع. قال لي ما عليك ما تقلق. قلت له حياك الله هنعدي يعني؟ قال لي ما عليك. قلت لها شفتي عقدتيها، سيب الباشا بقى يشوف شغله. قال لي اقعد استريح. قلت له حاضر. استريحت. قال لي اسال بس الايه يعني المدير بتاعي او الضابط بتاعي، يعني كلهم ناس محترمين. قال لي والله في تقريبا في مشكله في الفيزا وبتاع. طب في ايه بس على السيستم؟ طب قول لي في ايه بس يا ربي، حاسس ان الاذن ما جاش ففي حاجه ايه مش فاهمها، بس في حاجه انا محرم يعني ودخلونا واحنا جايين عندكم وانتوا اطيب ناس قال لي ما تقلقش هتدخل هتدخل، هي بس في مشكله في الفيزا بس يعني دينا كده شويه ونحل لك الموضوع. وكذا واحد يجي عنده مكتوب عليه نفس الورقه ويعديهم ويدخلوا، مشكلتهم بتتحل. فانا عندي ايمان ان مشكلتي ايه هتتحل كمان من نص ساعه ساعه. فقال لي للاسف الفيزا دي فيها مشكله مش عارفين نظبطها من على السيستم، حاول تعمل تاشيره تانية، تاشيره عمره. قلت له ماشي نعملها، فلوس معايا، اذا كان على الفلوس الفلوس معايا، الاسباب الاسباب معايا، معارف عندي معارف بالهبل، مكتب سياحه اصحابي كلهم عندهم مكاتب سياحه، ايه اللي انت عايزه؟ قال لي تعمل تاشيره تانية، تاشيره عمره. قلت له ماشي نعملها منين؟ قال لي اعملها من مكتب سياحه في مصر. قلت له انا في جده هنا اعملها ازاي في مصر؟ قال لي اتصل بحد في مصر. ما اعرفش، خش على جوجل اكتب بتتعمل ازاي. الساعه 4 الفجر اكلم كل اللي في مكاتب السياحه اصحابي نايمين ما صحيوش حتى لصلاه الفجر، وفي نصهم ما بيصليش الفجر اصلا، مش هيصحى الا الساعه 11. اقعد انا فين بالاحرام والجو تلج تلج يا رب؟ طيب يعني انا اسف بس يا رب يعني عشان بس توريني الاسباب هتعمل لك ايه يا حبيبي. وفضلت قاعد ساعة كمان، الساعة بقت 4:30 وزمايلي جم وشايفهم بالطيارة داخلين. ايه ده انتوا وصلتوا؟ طب ادعوا لي انا جاي وراكم، استنوني بس بره نص ساعة وانا مش عارف الموضوع هيخلص على ايه. الساعة بقت 5 لحد ما رحت اصلي الفجر ونمت في الجامع بتاع المطار. وبعدين صحيت على 5 قلت طب الاسباب خدت بيها كلها ما نفعتش، الفلوس مش نفعاني، الشهرة ما نفعتش، فاضل ايه؟ ايوه فاضل الواسطه، انا اشوف حد واسطه كويس اعرفه هنا يخلص لي الموضوع. شوف قلبي برضو متعلق بالاسباب، مش عارف ان هي من فوق ما فتحش. رحت مكلم واحد مهم جدا من الناس اصدقائنا في المدينه، قلت له انا اسف اني بكلمك الساعه 5 ولا 6 والموضوع كذا كذا وانا واقف في المطار. قال لي طب يا راجل ما تقول لي. قلت له ما انا ما رضيتش اصحي حضرتك. قال لي طيب ده سهله، حالا انا هنزل واشوف لك الموضوع في مكتب الجوازات ولا في مكتب سفريات ولا اخلصه لك. قلت بس كده، كان فين من بدري. وفعلا بعدها بساعه اتصل بيا قال لي الموضوع خلص خلاص، اديني العسكري او الضابط او المسؤول اللي عندك. خديته للضابط. في نفس الوقت ده كنت انا نايم في الجامع والضابط جاي يصحيني يقول لي يلا. قلت له طب خد معاك اهو فلان الفلاني.
قال له ازيك؟ قال له انا فلان الفلاني ومش عارف ايه، والدكتور رامي خلصنا له الموضوع بتاعه، والفيزا مش عارف هتبقى ايه ولا هنعمل ايه. قال له احنا اسفين يا فندم، والله طلعنا له البوردنج خلاص وهيرجع تاني على القاهرة. على القاهرة. طب يا جماعة اصل خلاص والله. طب شنطتي طيب انا ما خدتهاش، هتيجي وراك هتيجي وراك. طب ارجع كده بالاحرام، يلا يلا. بقيت راجع بالاحرام، الناس كلها راجعه من جده للقاهره خلصت عمره بلبسها، وانا راجع داخل القاهره محرم. الناس حتى بتسال انت ليه رايح القاهره محرم؟ يعني هتطوف حوالين ايه هناك؟ رايح ليه محرم؟ حتى وانا بعدي في البتاع زمرت، فقالت لي في حاجه حديد، فقلت لها الحزام الحديد. طب فك الحزام، جيت افك الحزام وانا بلف كده وقع الاحرام، رحت رافعه تاني، بقى شكلي زباله، ربنا نفخني بهدلني عشان يقول لي اسباب ايه؟ اسباب ايه؟ اسباب ايه والمسبب موجود اللي تفكر فيها؟ اهو ما جاش الاذن من عندي، لو عملت ايه؟ ونزلت مطار القاهره وكل الناس نازله من مطار جده على مطار القاهره، نازله جايبه زمزم جايبه، وانا نازل محرم، والناس كلها انا راكب الطياره وحضرتك محرم ليه؟ قلت له يا عم ورايا حاجه طالع اجيبها وراجع تاني اطوف، ما تزعل ما تضايقوناش بقى يا جدعان الله. ورجعت مطار القاهره والشنطه ما جاتش ورايا. قالوا لي طب استنى، وانا ما معيش حاجه، اللبس كله حاطه على اساس اني اخش اغير يعني بعد ما اخلص، ومتهلك في مطار القاهره مستني الشنطه تيجي. الرحله اللي بعدها 4 ساعات والرحله اللي بعدها تيجي. 6 ساعات على 12 بالليل كده والرحله اللي بعدها. قعدت يوم ونص في التكييف، لما خدت برد فضل في عظمي شهرين تقريبا، خسيت كده. فين؟ قلت طب هروح بعد ما تيجي الشنط. ربنا اخر الشنط 3 4 ايام، كان خلاص فاضل كام يوم وييجوا، قالوا لي لا مش هتيجي. فعرفت ان الاذن ان لم ياتي من الله، لو انت عامل كل اللي عليك ومعاك كل حاجه ولا هتتم حاجه. واحد مره كلمني بيقول لي انا موجود عندك في السعوديه، لو تعرف لي واسطه كده عشان اشتغل، انا مهندس معايا الخبره ومعايا الشهاده ومعايا سي في ومعايا الفلوس ومعايا ثمن الاقامه ومعايا التجديد، فاضل لي الواسطه. يا قليل الادب، ده انت ما معكش حاجه خالص. انت لو معاك ربنا معاك كل حاجه، ولو معاك كل حاجه ومعكش ربنا يبقى قابلني، هترجع تاني زي ما انا رجعت. فعرفت ان حل كل المشاكل اللي في الدنيا يا شيخ صافي انك تفتحها من فوق، تفتح اسباب السماء. لذلك لما تكلم واحد تعرف منين اذا كان صديق كويس ولا صديق وحش؟ تسأله وشوفه هيوجهك لايه. يا شيخ صافي انا مزنوق وعندي ديون كتير ومش عارف اعمل ايه. لو قال لك بقول لك ايه، ما تروح لفلان ده ما شاء الله لسه راجع من الكويت ومعاه مبلغ. اقول لك حاجه، انتوا دكاتره ما تروح للنقابه بيعملوا لكم قروض بفوائد قليله. اقول لك حاجه، ما تشوف معاك ايه تبيعه، بيوجهك لاسباب الارض، ده سيبك منه. لكن لو واحد قال لك، اقول لك حاجه، لو عندك ذنب بتعمله في الخلوه لوحدك بطله، هو ده اللي مانع الرزق. وعلى فكره معظم المصايب والفقر وقله الرزق والهم والغم وقله الجواز وقله الفلوس بسبب ذنوب الخلوات، وانا بقول الكلام ده لنفسي مش للناس يعني. اه والله العظيم. ابوك كويس بتبره، امك بتبرها، ترى لو بريت الوالدين الله يزود رزقك. عامل ورد من الاستغفار، تعمل قد ايه استغفار؟ بتقرا قران في اليوم ان شاء الله حتى 20 صفحه جزء، ما بياخدش 20 دقيقه تلت ساعه. اللي يوجهك على الكلام ده امسك فيه، الواد ده صح، الواد ده فاهم الليله. فاهم اقصد ايه؟ الواد ده فاهم. لكن اللي يوجهك على الغلط سيبك منه. مره واحد صاحبي قال لي انت هتطوف النهارده؟ قلت له ايوه. قال لي اقول لك حاجه، عشان الطواف اهم حاجه تستشعر الايات اللي حوالين الكعبه وانت بتطوف. قلت الله، ده الصديق الصح. واحد تاني اقول له، قال لي اقول لك حاجه قبل الطواف؟ قلت له ايه؟ قال لي حاجه مهمه. قلت له قول. قال لي وتسمع كلامي؟ قلت له قول بقى، ايماني زاد قول. قال لي اني لك ناصح امين. قلت له يلا قول. قال لي انا مصري وزيك وعارف هقول لك ايه وانت بتطوف مهمه. قلت له قول. قال لي بقى خد الشبشب تحت ايدك لحسن يتوه منك. فده ترميه، ده تعمل له بلوك. فهمت ازاي يا شيخ؟ يعني دي الحته اللي ايه، اللي يعني العمره هتتقبل لما اشيل الشبشب، عشان لو ضاع ما يضيع يا اخي، ربنا هيبعت لي شبشب تاني غيره. واحد مرة ضاع الساعة بتاعته في الطواف، فقال له ربنا هيديك ساعة مكانها يوم القيامة.
فواحد ضاع الشبشب في طواف، قال له ربنا هيديك بالشبشب يوم القيامة، قال له ما اقصدش والله. ربنا هيعوضك يعني. صليت على رسول الله، الحمد لله ربنا. فلو عايز تحل اي مشكلة حلها فوق، ما تحلهاش تحت. لكن للأسف الناس بقت تستغرب الموضوع ده يا باشمهندس محمد. لما تتكلم معاهم عن السماء مش عن الأرض. النهاردة واحد كان بيكلمني بيقول لي عايز أنزل من البيت وفي مشكلة مهمة، مش عارف أنزل عشان في مشكلة في البيت، بس لازم أروح أدي فلوس لواحد معين. قعدت أقول طب لا عارف أنزل عشان أديله الأمانة، في نفس الوقت خايف يفتكر إن أنا كلت عليه فلوسه، والتليفون فيه مشكلة مش عارف أوصل له، التليفون مقفول ولازم أروح أديله الأمانة دلوقتي، ولما بكلمه ما بيردش فجأة وهو في بلد وأنا في بلد. بقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لقيته بيتصل بيا بيقول لي أنت ساكن في أي بلد؟ فبقول له في البلد الفلانية. قال لي أصل إحنا كنا ماشيين أنا وزمايلي وعايزين ناكل، فلقينا طريق مقفول فدخلنا الطريق ده عشان ناكل، وأنا دلوقتي في الشارع الفلاني. قال له ده نفس الشارع اللي أنا فيه، قال له عند رقم كذا، قال له أنت فوق بيتي، قال له نزل لي السبت أحط لك الحاجة. قال مين جوعه وخلاه يمشي وقفل الطريق ده ودخله من هنا وخلاه يشم ريحة الطعمية في المطعم ده ويقف ويرن في الوقت ده؟ وأفوض أمري إلى الله، ربنا بعتها لك من فوق. في ناس تقول لك إيه ده المعجزة دي؟ ما ده الطبيعي، ده مش معجزة، ده الطبيعي. الطبيعي إن ما يبقاش فيه مطر فأصلي صلاة استسقاء فينزل مطر، ده الطبيعي. لكن اللي مش طبيعي إني أمشي في الكون وأنا ناسي إن في رب بيمشيه. الطبيعي إنك أنت تمشي في الكون وأنت عارف إن في رب بيمشي الكون، فتلجأ لربنا سبحانه وتعالى. بس الناس بقت تستغرب الموضوع، فعشان كده بقى غريب. ليه يا باشمهندس محمد؟ لأنك لما تضحي عشان حاجة تغلى عندك. قول الجملة دي كان يا باشمهندس محمد، لما تضحي عشان حاجة تغلى عندك. لما تكون مثلا جايب عيل طفل أنابيب ومراتك سقطت ورحت عامل طفل أنابيب تاني، ده ب5000 ريال، رحت عند واحد مركز أعلى شوية ب10000، رحت عند مركز أعلى شوية سقط ب20000، سافرت بره مش عارف ألمانيا عملته ب60000، باظ سافرت تاني في بلد أغلى عملته ب100000، بعد السنة رقم 15 جه، الواد ده عامل إزاي عندك؟ غالي جدا. لو مش عاوز تقصله ضوافره، خايف لا يتعور لأنك ضحيت عشانه. عربية حوشت كتير عشانها أخاف لا تتخربش، لكن عربية جات لي هدية ما تعبتش خلاص. فالدين جالنا هدية، ابويا اسمه محمد فانا اسمي رامي محمد، ما تعبتش. عشان كده الاجانب الدين عندهم اقوى لان تعبوا عشانه. عشان كده سهل اضحي للدنيا والناس ما تتضايقش مني. انت فين يا دكتور رامي؟ انا في قطر. تعمل ايه في قطر؟ اشتغل في مستشفى في قطر يعني؟ لا. يبقى مؤتمر يعني طبي؟ لا. يبقى رايح تشوف حد مهم من العيلة المالكة ولا حاجة شغل يعني؟ لا. يبقى مثلا رايح تعمل حاجة معينة، بيزنس، هتفتح مشروع؟ لا. امال رايح قطر تعمل ايه؟ اصل في كاس العالم ففي ناس من كل العالم، فقلت اروح اقابل حد من كذا دولة عشان اكلمهم عن ربنا عشان يعرفوا ربنا فيدخلوا في الاسلام، فلما يسافروا بلادهم يدعوا الى الاسلام عشان الدين يعني. وبقالك قد ايه بقى كده في قطر؟ بقالي اسبوعين. اسبوعين ينفع كده؟ هو الدين بيقول كده تسيب بيتك اسبوعين؟ ده كلام؟ لكن لو قلت له انا في قطر بشتغل في مستشفى حمد وعقد 3 سنين، 3 سنين بس، طب كملهم 5 بقى عشان خاطر تلحق تعمل شويه حلوين. فاصبح التضحيه للدين غريبة. لو قلت لواحد أنا في الشغل، الساعة بقت 4 في الشغل، الساعة بقت 12 بالليل، أصل النهاردة نبطشية، الساعة تاني يوم الظهر، أصل ادوني نبطشية تانية، ربنا يقويك يا ابني. لكن لو خلصت صلاة العشاء الساعة 9 والساعة بقت 10، كل ده في الجامع بتعمل إيه يا ابني؟ يعني بسبح شوية، طيب مفيش مشكلة بس ارجع، عيب كده. فالتضحية للدين، لو قعدت شوية أذكر ربنا، لو قعدت شويه اتكلم عن ربنا، لو قعدت شويه اقرا قران، بقت غريبه عند الناس. لكن التضحيه للدنيا، لو رايح مسافر 5 سنين يقول لك ما شاء الله الراجل ده بقاله في ايطاليا 10 سنين وخد الاقامه الدايمه وخد الجنسيه واموره تمام،
مع ان عياله كلهم ما بقوش بيصلوا، اموره تمام، اموره تمام. مقصود بيها ايه؟ ان دنيته تمام، معاه بدل اليورو 1,000,000 يورو، وعنده ما شاء الله مشروع في ايطاليا فاتح محل بيتزا، اموره تمام. طب العيال كلهم مش بيصلوا، وفيهم واد بقى ملحد، ربنا يهديه بقى، ادعيه. يا سلام، ما انت لو سبت الشغل مش هيجي لك فلوس، فلو سبت الكلام عن ربنا ايمانك هيقل. لذلك هو ده الحل الوحيد لكل المشاكل، انك تجيبها من فوق. عايز فلوس؟ دور في الاحاديث بتاعه ربنا ازاي اجيب فلوس. عايز عيال؟ دور ازاي تجيب عيال. كان مره واحد عندنا زميلنا في الشيخ زايد مهندس ما بيخلفش، وراح مش عارف مركز اسمه ايه مشهور عندنا في مصر، وعمل حقن انابيب ما ينفعش، مش عارف ايه ما ينفعش، مش عارف ايه ما ينفعش، لما فلوسه خلصت. فواحد عندنا في المسجد اسمه الحاج حسني، مهندس هو، وراجل محترم كده وكفيف وراجل بتاع ربنا، قال له يا ابني ما تستغفر. قال زي بعضه، ما فاضلش اصلا فلوس، اما نستغفر خلاص بقى. يعني دلوقتي بقى اللجوء لله هو رقم ايه؟ اخر حاجه. انا مراتي عيانه، طب ده في دكتور، وبعد ما تروح لدكتور واثنين وعشره ومش عايزه تخف، طب اطلع عمره بقى. يا سلام، طب ما تطلع عمره ووفر ثمن كل ده، هتخف من اول يوم، ما هو اللي فوق. ما تخليك ناصح بقى، ما تجيبها من فوق على طول. واحده ست بتكلمني في مصر من المشاهير يعني، فبتقول لي انا بعد الحلقات بتاعه حضرتك بقيت اركز شويه فوق، فكان عندنا التزام كده مفروض ندفعه، فبقول لواحده قريبتي وهي خريجه ازهر ومتدينه اكتر مني، قلت لها ربنا هيجيب الفلوس. قالت لها منين؟ قالت لها ما اعرفش. قالت لها ده المفروض تدفع بكره. قالت لها ما اعرفش. قالت لها بس في حاجه اسمها اسباب منطقيه، ما اعرفش، هو ربنا هيجيبها. بس في حاجه اسمها الدنيا واسباب الدنيا، دي قوانين في الدنيا. قالت لها احنا عملنا اللي علينا ومش ماشيه، خلاص انا سالت ربنا ومتاكده هتيجي. قالت لي بالليل كان جالهم تليفون من حد مطلوب منه حاجه معينه كان عاوز يخلصها، وبقى لها كتير واقفه، وقال لهم يلا نخلصها، وزي شغل كده داخلين فيه شراكه، وبعت لهم دفعه مقدمه على قد الفلوس اللي عايزينها بالظبط. فربنا قادر يظبطها. يظبطها ازاي بقى؟ ما تقولش كلمه ازاي دي، انت مش اله معاه عشان تقول له يتصرف كونه ازاي. ده كون، انت شعرفك هو مصرف كوكب عطارد والزهره ما يخبطوش في بعض ازاي؟ هو عارف يصرف الحاجات دي، ومجره ضرب التبانه والشمس والكواكب والنجوم والافلاك مش عارف يخلص لك مشكله على كوكب الارض تمنها يا راجل عيب يعني. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر مش على انه يحل مشكلتك على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. طب ياخد قد ايه وقت؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بين حل مشكلتك، بينك وبين حل مشكلتك هي كون بتاعت ربنا. اقعد بقى النهارده عيط وركز مع ربنا وادعي، طلع صدقات، استغفر، صلي على الرسول، اعمل لنفسك ورد 1000 استغفر الله العظيم، او 2000 او 3000 او 5000 لو تقدر، وزيهم 1000 سبحان الله وبحمده، وزيهم 1000 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبر الوالدين وصلة الرحم، كل ده يزود الرزق ويخلص لك مشاكلك، واتفرج على اللي هيحصل، ودعاء وبكاء وتوجه الى الله. شغاله ولا قطعت؟ شوفها كده. ربنا لو عايز ياذن ان الكلام ده ينتشر هينتشر. صليتوا على النبي هتلاقي الموضوع خلص. الحاج حسني قال له استغفر ربنا، فقعد يستغفر، عمل كل يوم 10,000 مره استغفر الله العظيم واتوب اليه. بعد 3 شهور جه بشرنا في المسجد عندنا في الشيخ زايد ان مراته حامل وجابت بنت. حتى الحاج حسني بيهزر معاه، قال له جبت ايه؟ قال له جبت بنت. قال له ده ربنا بيقول في القران ويمددكم فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. بنين يا ابني مش بنات، انت جايب بنت، انت استغفرت غلط. استغفر تاني، استغفر تاني، جابوا واد وبعدها جابوا واد تاني. صليت على رسول الله. فعايز تحل اي مشكله حلها من فوق. عندي ضيق في الرزق حلها من فوق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد رزقه قليل قال له ايه؟ طيب عندي مشكله مع الولاد حلها من فوق. طب عندي مشكله مع ابويا وامي حلها من فوق. طب عندي عايز اذاكر ومش عارف اذاكر. طب عايز اتجوز ومش عارف اتجوز. طب عايز وظيفه ومش لاقي شغل. اقعد اشتغل مع ربنا لحد ما
يديك. اقول لك على حاجه كمان، ده انت ممكن تدعي ربنا انه يديك، انت الاول لازم تدعيه بيقين عشان موضوعك يتم. ممكن بقى لو بتدعي من غير يقين الموضوع مش هيتم. لا، ممكن تدعي ربنا انه يخلي عندك اليقين اللي بيه يجيب لك اللي انت عايزه. فهمت الحته دي؟ سيدنا الحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي له عطاء كل شهر من معاويه، فجيه في شهر من الشهور اخر عنه العطاء، كان بيبعت له 100,000 دينار تقريبا او 100,000 درهم. فعاوز قال الغلام بتاعه هات لي ورقه وقلم عشان اكتب له اقول له انت نسيت العطاء. فجده النبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وعلمه دعاء، قال له رايح تكتب لواحد بشر زيك عشان يديك فلوس. وراح محفظه دعاء وحفظه سيدنا الحسن، وانا قراته قبل ما اجي. قال له قول: اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك. ويبقى في باله احدا غيرك ده اللي هو اللي انا عايز منه الحاجه، يا رب اقطعه عني وخلي رجائي فيك. طب ما انا ما عنديش يقين وانا بدعي. تكمله الدعاء بقى اني اجيب اليقين: اللهم ما ضعفت عنه قوتي وما قصر عنه عملي ولم تبلغه مسالتي ولم يجري على لساني ولم تناله رغبتي مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وأنا ما قدرتش أجيبه فخصني به يا رب العالمين. يقوم ربنا يديك اليقين اللي بيه يجيب لك اللي انت عايزه. فضل على الدعاء ده بيقول لك بعدها بكام يوم سيدنا معاوية مش عارف بعت له 500,000 أو مليون لوحده من غير ما هو يقول له. فانت لما تدعي ربنا ما يخلكش تتحوج لحد، ولما تحوج نفسك لحد يبقى شكلك وحش، وممكن يقول لك طيب خلاص، وممكن يسلفك ويكتبك ورقه وتقعد تمضي قدامه، وممكن يبص لك بصه مش حلوه. ما انت بقى شايفه مع ربنا كانه اله. حتى ربنا قالها في سوره الاسراء: هتبقى مذموم وهتبقى مخذول، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. لا، خليك مع ربنا لوحده. هو ربنا لوحده مش عارف يخلصها؟ عارف يخلصها، بس انت مش عارف تلجا له صح. لذلك ادعي ربنا انه يجيب فيك اليقين اللي بيه تخلص مشكلتك بس. فدي دي دي ده الهدف من القعده دي، كفايه كده ان احنا نعرف ان اي حاجه بتخلص من فوق من عند ربنا، نعرف ان الاذن لو اتى من الارض يتم في السماء. طب انا عايز الناس تحبني، اجتهد عشان ربنا يحبني. طب لو قعدت امثل عليكم كلكم انتوا قاعدين قدامي اهو كذا واحد، وحاولت ادي لده هديه وابتسم في وش ده وربنا مكره الناس فيا، مش هتحبوني؟ طب من غير اي حاجه وانا لسه بقول السلام عليكم وداخل ومحدش يعرفني بس ربنا بيحبني، هتلاقي تراب الارض بيحبك. يبقى المفتاح فين؟ اذا احب الله عبدا بالامر المباشر، مفيش اظرف مغلقه ولا قرعه، بالامر المباشر نادى جبريل: يا جبريل اني احب فلانا الشيخ حسن بالاسم كده فاحبه فيحبه جبريل. طب وجبريل يعرفه عشان يحبه؟ بالامر يا عم، ده ربنا. ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحب اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض. طب ولو ربنا ابغض واحد: يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فيبغضه جبريل. وينادي جبريل في اهل السماء: يا اهل السماء ربنا بيكره فلان اكرهوه فيكرهوه ثم توضع له البغضاء في الارض. ما حدش يبقى طايقه حتى لو لابس احلى لبس وشكله حلو، الناس مش عايزاه مش بتحبه. ليه؟ عشان ربنا مش بيحبه. لا حول ولا قوة الا. طب انا بقى اخلي ربنا يحبني، طب اعمل ايه عشان ربنا يحبني؟ قال لك في طريقتين عشان ربنا يحبك: طريقة بطيئة تاخد وقت شويتين، وطريقة سريعة. عاوزين مين، البطيئة ولا السريعة؟ ماشي، نجيب الاثنين. الطريقة البطيئة انك تعمل نوافل كتير: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. يعني ايه احب حاجة ربنا تتقرب اليه بيها؟ الفرائض: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصيام 30 يوم، والحج والزكاة فرائض. طب لو زودت شوية: صلاة سنة 2 قبل الظهر، 2 قبل الفجر، 2 بعد العشاء، نوافل يعني، 2 وخميس، 13 و14 و15، حاجات ايه اكسترا نوافل. ربنا يحبني بعد فترة: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. تاخد وقت شوية. طب ايه الطريقة السريعة بقى؟ يرحمكم الله. الطريقة السريعة بقى انك تحب واحد لله من غير مصلحة
وتروح تزور واحد صاحبك حبيبك قريبك جارك لله من غير مصلحة. الله بيقول بقى ساعتها وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبازلين في. يعني أنا بحب الحاج حسن، وأما جيت مكة جيت أزوره، ولا عايز منه فيزا ولا تأشيرة ولا بدور على إقامة ولا عايز عقد عمل ولا عايز منه 200 ريال، جاي أزوره بس كده أسلم عليه لله، ربنا يحبني عشان أنا بحب واحد لله. مرة واحد راح يزور واحد في قرية، فربنا بعت ملك في طريقه، فالملك بيقول له أنت رايح ليه؟ قال له عايز صاحبي في القرية دي. قال له عندك مصلحة لي؟ هل لك من نعمة تربها علي؟ قال له لا، غير أني أحببت في الله بس كده. قال فإني رسول الله إلي بأن الله قد أحبك بحبك لأخيك. يبقى دي طريقة سريعة نزور بعض عشان ربنا، أروح أزور عمتي وأزور خالتي وأزور جدي وأزور أصحابي وأزور زمايلي عشان خاطر ربنا، فلما أحبهم ربنا يحبني، ربنا حبني بقى كل حاجة تخلص. نختم الكلام ده بفايف انستراكشنز، خمس تعليمات. أول حاجة، ما في حاجة بتخلص في الأرض إلا إذا قضيت في السماء، والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء الله تكن مشيئتي، لو وفق مشيئة الله والله أذن، وإذا شئت أنا وعملت كل الأسباب والله لم يشأ ولم يأذن ولا ليها لازم. الانستراكشن رقم اتنين، لو عندك أي مشكلة قبل ما تجري في الأسباب اجري في الأسباب واعمل اللي عليك وكلم فلان واطلب منه مش مشكلة، بس اطلب من ربنا في البداية واسأل ربنا في البداية بصدق، ولو مش عارف تسأل بصدق قول يا رب اديني الصدق اللي أسأل بيه اللي يرضيك عني. المايك سرح خالص، رب يكون الصوت شغال. الحاجة التالتة، اعمل لنفسك ورد في السماء كل يوم، استغفر حتى لو ما عندكش مشكلة، صلي على النبي وسبح وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، خد ألف 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 ألف، سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبتاعة الهم والغم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كل واحدة ألف. واعمل لنفسك ورد من القرآن على الأقل جزء في اليوم، الشهر 30 يوم والقرآن 30 جزء، معناها إيه كده بالمخ؟ إن إحنا نخلص القرآن في شهر، كل يوم جزء، صح؟ ثالث حاجة أو رابع حاجة، إن أنت تخلي ليك صحبة طيبة، تقعدوا مع بعض في الجامع، تقعدوا مع بعض في البيت، تعزمهم، تقروا قرآن، تقروا صفحة، يشدوك كده ويظبطوك، تجيب كتاب كده أحاديث زي اللي كنا بناخده زمان في المدرسة رياض الصالحين، فيه الأحاديث الصحيحة، كل يوم تقرأ حديثين، يوم الكلام ربنا يدخل البيت وكلام النبي يدخل البيت فالملائكة تدخل البيت، كل يوم 10 دقايق، آيتين قرآن وحديثين ثلاثة. وخامس حاجة، خلي عندك يقين ان مهما كنت في مشاكل فانت في الاخر في دنيا مؤقتة، بعد 30 40 50 سنة هتروح الجنة، ابوك مات ما تزعلش، بكرة تروح الجنة وهو ان شاء الله يكون في الجنة وتعيشوا مع بعض مليارات السنين، وحتى يبقى صحته حلوة، لا بيكح ولا بياخد كونكور ولا عنده سكر ولا ضغط، هتدلع نفسك انت وهو، وهو معاه حور عين وانت معاك حور عين وعايشين حياتكم يا باشا، الله اكبر. واخر حاجة، كلم الناس عن ربنا، انشر الكلام ده، مش لازم تنشره شير يعني تشير المقطع، انشره انشره ببقك، قول لغيرك ربنا اللي بيخلص المشاكل، ربنا اللي في ايده كل حاجه، الناس اللي بعيده عن ربنا حببهم في ربنا، صالح الناس لربنا، ما بالك لو عندك عيل بتحبه وبتموت فيه وشرد وطفش وتعرف على عيال صايعه وما بقاش يجي البيت، وجي واحد صالحه وربنا هداه وجابولك لحد عندك، قد ايه فرحتك بالراجل اللي صالح ابنك عليك، فما بالك لو واحد عاصي وبعيد عن ربنا وانت رحت جايبه تاني لربنا، قد ايه ربنا يبقى فرحان بيك. فقرب الناس لربنا وحبب الناس في ربنا وكلم الناس عن ربنا وادعي الناس الى ربنا، وده احسن حاجه، التوب ده ليفل الوحش، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ادعوا الناس الى ربنا واسعى للخير، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، نتحرك ونتكلم ونعمل الكلام ده من مكة المكرمة في الزيارة الطيبة مع الرجل الطيب اللي قدامي الشيخ صافي والشيخ حسن وباشمهندس محمد والاستاذ محمد واهلنا من المغرب ومولانا الرجل الطيب والناس الجميلة دي. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم، تحياتنا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتسب ان ده يكون في سبيل الله ان شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. اي هات يا سيدي ناخده ندوس على فينش، بسم الله، الله اكبر.